كلمة وأي صوت هتموت. اطلع. مش عايزة تقول لنا هو فين؟ علي. ايوه نهدي، شوف الاسانسيرات عطلان ليه فوق. اشوف ايه الحكايه. الباقي في حياتك فاحمد يا حاج. تسلم يا ولدي، تسلم. لا ولا بصمات، ولا بصمات. يا اخويا اهو الليله بس أحمد ينام ويرتاح في تربته.
تليفون سيادتك يا سعاده الباشا. مين يا ابني؟ رفعت بيه. ايوه رفعت. صباحك خير. ايه اللي انت عملته ده يا ادهم؟ البلد مقلوبه، وزير السياحه اشتكالي، والداخليه اتصلت بيا 3 مرات. ايه رفعت؟ هو اي حاجه تحصل في البلد انا مسؤول يا اخي؟ انا موقفي بقى حرج جدا. يوسف بيه اتصل بيا وعايز يشوفك ضروري. يا ده الدرجه دي؟ هو مستنيك النهارده الساعه 2 في مكتبه. اهلا 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 وسهلا. اهلا اهلا يا يوسف. اهلا بيك، نورت مكتبي. اقصد مكتبك. كويس انك لسه فاكر، ما نسيتش. محدش يقدر ينسى افضالك على البلد وعلى الحزب يا باشا. طبعا انت عارف كل الموجودين. لا طبعا طبعا. اتفضل. حسب ما اذكر قهوتك مظبوط. لا 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 انا ممنوع من القهوه من زمان قوي. امر الدكاتره بقى يا سيدي. خير يا يوسف؟ بعت لي ليه؟ عاوزين نوقف الحرب يا ادهم. حرب؟ حرب ايه يا ابو حجاج؟ انا راجل في حالي، ماليش دعوه بحد. انت عارف يا ادهم ان ظروف البلد دلوقتي ما تستحملش اللي انتوا بتعملوه. اوه، هيقول لي البلد وظروف البلد. انتوا مفيش على لسانكوا غير الكلمه دي. مالها ظروف البلد يا اخي؟ سيبوها انتوا بس في حالها وهي تمشي زي الفل. الموضوع جد مش هزار يا ادهم. الحرب دي حربك. انا عارف صحيح ان مفيش دليل ضدك، لكن ما تنساش ان في حاجه اسمها قانون الطوارئ. انت بتهددني يا يوسف؟ انا بحاول اوقف الخراب، وعندي تعليمات من فوق قوي ان الحكايه دي لازم تنتهي فورا وباي ثمن. اتكلم يا يوسف، انت عايز مني ايه بالظبط؟ عايزك تتصافى وياه وتحط ايدك في ايده وتقرا الفاتحه. هو مين ده اللي انت عايزني احط ايدي في ايده؟ المرسي نوفل يا ادهم. هو فين المرسي نوفل ده يا يوسف؟ أنا في مقام ابنك الصغير وتلميذك، وإذا كنت غلطت في حقك فأرجوك تسامحني وعفى الله عما سلف. مد إيدك يا أبي. مد ايدك يا ادهم. مد ايدك يا ادهم.